واصل مجلس الشيوخ عقد جلساته برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، ويهدف القانون الجديد إلى تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكون دافعاً ومشجعاً للاستثمار. جلسة جديدة عقدها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لاستكمال مناقشاته حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل. في مستهل الجلسة وبعد الاستماع لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون، طرح عدد من النواب مقترحاتهم وتعديلاتهم إزاء بعض مواد النص الوارد من الحكومة بالإحالة إلى قانون الطفل. نص منضبط، لأن قانون الطفل قانون 12 لسنة 96 وتعديله 126 لسنة 2008 هو القانون الأم الذي يجب أن نلتزم به، كما أن الدستور أورد في المادة 80 تحديد من يعتبر طفلا، في أنه كل من لما يتجاوز 18 عام فالقانون الطفل بما ورد به من أحكام هو القانون الأم. التعديل هنا يا فندم فلسفته قائمة على أن الدولة المصرية في ظل الطريق إلى الجمهورية الجديدة وبناء الإنسان هي بتهتم بالعنصر البشري ورأس المال البشري المصري، فهنا كان في يعني في التعديل في بطله في حته اضافه وعلى المنشآت القطاع الخاص عند الاستعانه بالعماله الاجنبيه اثبات عدم توافر مثيلها من العماله المصريه. المجلس هنا في الماده 16 لما كان بيناقش تشكيل المجلس الاعلى لتنميه الموارد والموارد البشريه توقف عند هذا اللفظ وعدله بالمختص بدل المعني. من حق العمل أن يأتي بإفادة أنه اجتاز وحضر، أما مسألة ينجح أو ما ينجحش دي متروكة، ولكن معالي الوزير قال أنه علشان يبقى ما يتخصمش عليه ممكن في حالة امتحانه زميل بيقوم بدله بالعمل وهو في أجازته يشتغل مدة الساعات اللي اتخصمت. وفي مداخلة له بالجلسة أكد رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن مشروع القانون يشتمل على أحكام تحفظ حق العامل وتحميه. من منطلق قانوني بحت أن لابد أن يكون هناك عقد. صورة العقد هنا هي اللي محل حديث، أن هناك طرف ضعيف وهو لا مش ضعيف يعني طرف أن هو الأقل حتى يعني شأنا من صاحب العمل، فقد يلجأ للعمل بتعاقد شفوي بتعاقد واقعي دون إبرامه في الصيغة الكتابية التي هذا الأمر. النهارده القانون بيخضعه حتى لا يضيع له حق، إنه في أي وقت التعامل القانوني معه سيحميه حتى ولو كان هذا التعاقد بصورته المجردة اللي بتاعه. وبعد مناقشات وتعديلات من جانب النواب تم رفع الجلسة بعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون حتى المادة 104 على أن تستكمل مناقشة مواده في الجلسة المقبلة.